السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شيوات حليمة قحمان، مرحبا بكم معايا في القناة. اليوم غادي نشارك معكم العصير اللي عندي معتمد، ولا مشروب للتخسيس الكرش اللي عنده الكرش باغي يعني نقص شوية. هذا عصير معتمد عندي وكيعطي النتيجة رائعة، يعني طريقته سهلة ومكونات كلها في يعني كتوجد في كل بيت. نمشيو للمقادير. بالنسبة للمقادير، هنا عندي كيف كتشوفوا عندي الخيار، عندي جوج خيارات، عندي جوج كيويات، وطبعا عندي تفاح. التفاح يكون أخضر من الأحسن. عندي حامضة واحدة، عندي ورقة ديال النعناع. بالنسبة للسكر على حسب الذوق، إلا بغيتو ديرو السكر في هذا المشروب ديروه، ما بغيتوش ما ديروش. وكذلك إلا بغيتو ديرو حتى العسل. وهنا عندي ماء بارد باش غادي نطحن المكونات ديالي. غادي ناخذ الخيار ديالي، غادي نحيد ليه طبعا هذوك الريوس اللي يكون الفوق، وغادي نقطعو بكل شيء ليه، يعني غادي نخلي القشور وكل شيء، يعني غرضنا احنا بهذا المشروب يكون صحي وكذلك يجي منعش وطبيعي طبعا. بالنسبة اللي كيبغي ينقص الوزن، هذا راه مشروب تهو راه يليق، يعني خاص غير المداومة عليه. اي حاجة بغيتوها تعطي النتيجة من بعد خاص غير تداوموا عليها، يعني راه الحاجة الا درتوها غير مرة واحدة وقلتو ما غاديش دار ما غاديش ما غتخرجش لكم النتيجة، يعني ضروري من المداومة. بالنسبة لهذا العصير ولا هذا المشروب، يعني بالانسان يداومو هكا يديرو كل نهار، علاش لا؟ هو كيكون نيت منعش، وفي هذا في هذا الصهد يعني كيبغي الواحد يشرب بحال هاد المشروبات كيكونوا صحيين وفي نفس الوقت منعشين. وكيف كتلاحظوا هنا خدي التفاح، كذلك غادي نحيد ليه غير يعني دوك العضومه اللي كيكونوا الوسط، وغادي نخلي طبعا القشره. يعني كيف سبق لي ذكرت، هاد العصير ولا هاد المشروب يعني حنا بغيناه يكون طبيعي ويفيدنا. يعني الواحد بالنسبه ل انسان هكا ينقص شويه من مشروبات غازيه حتى هي اللي كدير الكرش. انا كنت يعني من محبين المشروبات الغازيه، كنحاول انني ما نبقاش نشربهم، وهكا بديت كندير هكا المشروبات هكا صحيه وطبيعيه واللي كتحارب الكرش، يعني زياده الكرش وكذلك حتى زياده الوزن الا بغيتو تعملوه. صافي هنا كيف كتشوفوا، بعد ما كملت التفاح كذلك خديت كيوي، وغادي بعد ما حيدت ليه جلوف ديالو وغنقطعو طبعا. ان شاء الله غادي نشارك معكم المشروبات هكا للريجيم اللي كيفيدوا يعني الناس اللي بغاو ينقصوا الوزن، كيكونوا طبيعيين وما كي ما فيهمش بزاف المقادير وصحيين في نفس الوقت. صافي هنا خديت الحامضة وغادي نعصرها، غادي ناخد العصير ديالها. صافي غادي نعصر العصير. بالنسبة للسكر كيف سبق لي ذكرت، ان كانكم تزولوا السكر، يعني اللي ما كيبغيش الحلاوة يزولها. انا ضروري ما كندير الحلاوة، ما كيجينيش نشربو مسوس، يعني مرة كنديرو مسوس. اليوم غير مع بغيت نشاركو معكم في القناة وضفت فيه السكر. بالنسبة لي انا هاد الكاغاف اللي كنطحن فيه يعني انا كنشربو غير بوحدي يعني ما كيشرب معايا حتى حد، يعني كيعجبني حتى في المذاق ديالو، كيجي منعش وسيرتو الا كان بارد يعني ما تشبعوش منه. صافي هنا غنضيف السكر، غنضيف ثلاثه المعالق كبار. اوكي سبق لي ذكرت بامكانكم تزولوا السكر الا ما كتبغيوش السكر، وبامكانكم طبعا ديروا حتى العسل. صافي هنا غنضيف الماء بارد، وغادي نطحن الخليط ديالي
الخلاط الكهربائي، يعني راه دغيا كيوجد، ما فيش بزاف الحوايج غتعملوهم، كل شيء موجود، كيكون موجود في المنزل. الخيار دابا في الصيف، اي واحد عنده الخيار في الدار، التفاح كذلك، النعناع هذاك ما نهضروش عليه، هذاك موجود عندنا في المنزل، يعني حويجات اللي كيكونوا ضروريين راه كيكونوا في المنزل. صافي، هنا غادي نطحن كيف كتشوفوا هنا، بعد ما طحن لي الخليط كله وكيجي على هذا الشكل، يعني كيجي غزال وكيجي في المذاق رائع، مع داك المذاق ديال النعناع كيعطي واحد الانتعاش غزال. صافي، هنا غادي نحطو في، يعني غنكبو في الكويسات كيف كتشوفوا، يعني طريقته سهله، والناس اللي باغين ينقصوا الوزن وينقصوا حتى الكرش، يعني هذا مشروب صحي في نفس الوقت مفيد ومنعش كذلك. نتمنى الى عجبكم الفيديو ديال اليوم، ديروا جيم، وإلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.